السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، حتى يغيروا ما بأنفسهم. عايز تغير الآخرين، لابد تغير نفسك. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ونحفظ هذه الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. الكلام ده في سورة الأنفال. حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان تغير اللي حواليك لازم تبقى جاد، الجدية. في ناس يقول لك خلاص أنا ناوي أغير. واحد تاني مثلا يعني عنده عادة شرب السجاير، يقول لك أنا ما هيجي رمضان أنا بصوم إن شاء الله هبطل. طب صام، يلا بطل. يقول لك لا، أصلا أنا ما بقدرش، وقت الفطار أنا بعمل كذا. الجدية في التغيير أمر مهم في اتخاذ القرار. حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبائي الكرام، كونك جاد في أنك تغير خصلة ما عندك من أمور سلبية إلى أمور إيجابية، لابد وأن تكون جاد وتقوم هجع. عشان أقوم ده، عارفين سوات أناليسيس اللي هو معيار التحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف؟ الجانب ده هو بالضبط أنا صلاح ده، قدراته إيه، رغباتي وميولي إيه، إمكاناتي المتاحة ماديا ومعنويا إيه في المسألة اللي أنا بناقشها مع حضراتكم أو اللي أنت عايز تغيرها. نقاط القوة ونقاط الضعف عندك إيه في المسألة اللي أنت مقدم عليها؟ الفرص المتاحة و المخاطر المتوقعة. لو عملت مربع كده، قدراتك إيه، رغباتك، إمكاناتك، نقاط القوة ونقاط الضعف، ثم الفرص المتاحة والمخاطر المتوقعة للمسألة اللي أنت مقدم عليها. لازم كل واحد من حضراتكم يشتغل على ده، وإذا اشتغل على ده أكيد هيبدأ يضع ما نسميه تأمل المستقبل. إذا أنت جاد، قومت وحطيت هذا الأمر، أبدأ أتأمل ما الذي سأقدم عليه. بعد تقويم ذاتي لازم أنظر إلى الأمام وأحدد أنا عايز أبقى إيه. وعشان أحدد أنا عايز أبقى إيه في المستقبل، لابد أن أنا أبدأ أضع الرؤية وأحط الرسالة. الرؤية والرسالة. الرؤية أحبائي الكرام هي الحلم الذي أريد أن أحققه في المستقبل، أو الصورة التي أرسمها لنفسي، وما أود أن أكون عليه، وما يرغب كل واحد من حضراتكم أن يكون عليه في سنوات عديدة، وممكن تبقى 5 سنين أو 10 سنوات. الرؤية، الحلم اللي احنا عايزين نصل إليه. يأتي بعد ذلك ما يسمى بالرسالة. الرسالة هي غاية الفرد وما يريده، وما المجال الذي يريد أن يتميز فيه. عايز تبقى أي مهندس، عايز تبقى طبيب، عايز تبقى عالم، عايز تبقى ما الذي رب منزل جيدة، ما المجال الذي تود أن تتميز فيه، وما الخدمة التي ترغب في أن تقدمها للآخرين، وما الجمهور الذي ستتعامل معه. الكلام ده يا جماعة، الرؤية والرسالة، بنسميها النظرة المستقبلية. المدارس بتضع رؤية ورسالة، والجامعات بتضع رؤية ورسالة، والأفراد يجب أن يعلموا كيف يضعوا الرؤية والرسالة. رقم 3 أحباء الكرام، إن أنت تشتغل كيف تخطط لنفسك، كيف تضع أهداف قابلة للتحقيق، كيف تضع غايات، كيف تضع، إحنا قلنا في حلم عندنا، في رؤية وفي رسالة، كيف أترجم ذلك إلى خطط استراتيجية، الأهداف المرحلية قصيرة المدى، الوسائل الموصلة لتحقيق هذه الأهداف أمر في غاية الأهمية، الأنشطة التي يمكن أن تبرمج زمنيا، بكرة هعمل كذا، بعد ساعة هعمل كذا، الأسبوع الجاي هعمل كذا. مسائل دي في غاية الأهمية أحباء الكرام، مع أصوات العصافير وهذا الصوت الجميل الندي الذي تسمعه أذناي وأنا أتحدث مع حضراتكم. السياسات والضوابط التي يمكن أن أترجم بها الأهداف، كل ده بنسميه خطط يمكن أن يقوم بها الفرد. الناس اللي بتعمل جدول للمذاكرة، الناس اللي بتعمل جدول ليومها، الناس اللي بتعمل جداول أسبوعية. رقم 4 أحباء الكرام، أو نمرة 4، لابد وأن أبدأ التغيير دائما وأبدا متوكلا على الله. الكارثة الكبيرة، كتير من الناس لا تتوكل على الله، كتير من الناس يظن أنه بيخطط بنفسه،
كتير من الناس يظن أنه فاقد للاعتماد على أن هناك من يراك الله سبحانه وتعالى. إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لهذا أحباء الكرام، يجب أن أهيئ نفسي لتغيير النفس، يجب أن أهيئ نفسي وأذهب إلى تهيئة نفسي بشكل أو بآخر إلى أن أبدأ التغيير متوكلا على الله سبحانه وتعالى. إذا اشتغلت على هذا الكلام فأنا أكيد هأحقق ما أريده، وهذهب إلى تهيئة النفس وتهيئة المحيط الذي أعيش فيه بشكل أو بآخر. فضل لنا أي واحدة أو فضل لنا رقم 5. الأمر الآخر أحباء الكرام، أن أذهب إلى أن أقوم ما قمت به. حطيت رؤية وحطيت رسالة ووضعت نفسي وقيمت نفسي وحطيت خطط مستقبلية، أذهب مباشرة إلى تقويم ما قمت بتنفيذه. أي عمل لا يقوم ولا يقاس ملوش قيمة وملوش اعتبار. ولهذا أحباء الكرام، دائما وانت بتقيم الحالة، عملت كذا النهاردة، أخطأت في كذا، ممكن أعالج هذا الخطأ متوكلا على الله سبحانه وتعالى. تكسر الدعاء لله أن يرزقك الله سبحانه وتعالى، أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن ييسر لنا الأمر. اللهم إنا نسألك التيسير والسداد في أمورنا كلها يا رب العالمين. هذه كلها أمور شعارها التوكل على الله سبحانه وتعالى. أحباء الكرام، إذا اشتغلنا على دول فأنت في النهاية لديك القدرة على أن تغير من نفسك، ثم بعد ذلك تغير من الآخرين. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم أن يرزقنا ثقة في الله، ثم ثقة في أنفسنا، وقدرة على أن نغير ما بأنفسنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.